هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. الجو هيكون لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. النهاردة في شبورة مائية الصبح هتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على بعض المناطق. في فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. يمكن درجات الحراره بتوصل لانخفاض وفي كمان فرص لامطار في بعض المناطق، ممكن تفاصيل من حضرتك؟ يمكن بالفعل بعد الامطار اللي احنا شهدناها خلال الايام الماضيه، وكانت امطار متفرقه في معظم محافظات الجمهوريه وكان فيهم طبعا القاهره الكبرى، مع انخفاض درجات الحراره اليوم ايضا هيواصل استمرار انخفاض درجات الحراره، لكن كميات الامطار اليوم هتكون اقل من امس وتنحصر في بعض المناطق الموجوده في شمال البلاد، يعني بعض المناطق من سواحلنا الشماليه الشرقيه، بعض المناطق كمان من محافظات شمال الوجه البحري، وهتكون امطار خفيفه الى متوسطه على فترات متقطعه من اليوم، وقد تمتد فرص ضعيفه لامطار خفيفه على مناطق من باقي محافظات الوجه البحري شمال البلاد، لكن كلها غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه. طبعا انخفاض درجات الحراره بدانا نلاحظه بشكل كبير خلال فترات الليل، وده المتوقع خلال الايام المقبله ايضا استمرار انخفاض درجات الحراره خلال فترات النهار وايضا خلال فترات الليل. تعتبر درجات الحراره خلال فتره النهار حول المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام، العظمى على القاهره الكبرى هتتراوح ما بين 27 و28 درجه مئويه خلال فتره النهار، فبالتالي احساسي بالطقس خلال فتره النهار وتحديدا بيكون كمان في وقت الظهيره هو طقس معتدل تماما في معظم المناطق الموجوده في السواحل الشماليه للبلاد، محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى في شمال الصعيد، طقس مائل للحراره على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء ده خلال فتره النهار. وبناكد تاني ان معظم محافظات الجمهوريه درجات الحراره فيها منخفضه واجواءها اجواء خريفيه بسبب طبعا وجود السحب المنخفضه والمتوسطه اللي بتحرق جزء من اشعه الشمس على مدار اليوم وبتساعد على انخفاض درجات الحراره، بالاضافه كمان فترات الليل مع غياب اشعه الشمس وصلنا اكثر في ساعات الليل متاخر فترات الصباح الباكر هيكون في مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره، اجواء مائله للبروده البارده في معظم محافظات الجمهوريه، خاصه كمان ان احنا بنتاكد ان الليالي اللي جايه هيكون في انخفاض في قيم درجات الحراره الصغرى، هتنخفض تكون ما بين 18 و19 درجه مئويه صغرى على القاهره الكبرى، يمكن كمان بعض المناطق من المحافظات اللي فيها ظهير صحراوي بشكل كبير درجات الحراره فيها بتنخفض بشكل كبير، فلازم ناكد على نوعية الملابس خلال الأيام المقبلة، خاصة لو احنا بنخرج فترات الصباح الباكر أو في ساعات الليل المتأخر، بالإضافة كمان الشبورة المائية ما زالت ظاهرة جوية موجودة معانا. كنت هسأل حضرتك على الشبورة يا دكتورة منار، عشان هي الشبورة بقى لها كام يوم فعلا؟ هي فعلا الشبورة بقى لها كام يوم موجودة معانا، بس يمكن هي كثافتها قلت عن الأسابيع الماضية، يعني احنا الأسبوع الماضي كانت الشبورة المائية وصلت لحد الضباب وانعدام رؤية أفقية، لكن الحمد لله هي بدأت كثافتها تقل عن الايام الماضيه، فبدات شبوره مائيه ممكن تؤدي لانخفاض طبعا في الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر ما فيش كلام، لكن مش هتوصل لحد الضباب باذن الله. شبوره مائيه ستكون خفيفه احيانا على بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه وبتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه، لكن ان شاء الله ما تاثرش على حركه المرور وبتتلاشى طبعا فورا سطوع اشعه الشمس، فلازم طبعا مع فترات الصباح الباكر لو احنا مسافرين على الطرق تكون القياده بهدوء تام. كمان هنبدا نلاحظ نشاط نسبي للرياح في بعض محافظات الجمهوريه وخاصه في المحافظات الجنوبيه وجنوب سيناء، ده هيساعد بشكل كبير على مزيد من الاحساس بانخفاض قيم درجات الحراره على مدار الايام المقبله واليوم، الاجواء خريفيه اقرب الى الاجواء الشتويه بامتياز في معظم محافظات الجمهوريه، زي ما قلنا هيكون في استقرار خلال الايام المقبله، انحسار فرص سقوط الامطار على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط وهتكون امطار خفيفه، لكن متوقع مع الاسبوع المقبل ان شاء الله يكون في مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره، عوده تاني التقلبات الجويه على بعض محافظات الجمهوريه، فمهم جدا في فصل الخريف المتابعه اليوميه والمستمره للنشرات الجويه، وناكد تاني لازم نرتدي الملابس الخريفيه ونتخلى عن الملابس الصيفيه خلال الفتره دي.
أكيد طبعا، كل الشكر لحضرتك دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وبنبدأ من القاهرة. درجة الحرارة العظمى فيها 27 والصغرى 19، والعاصمة الإدارية 28-18، الإسكندرية 26-18، والعلمين الجديدة 25-18، مطروح 24-16، دمياط 25-21، بورسعيد 26-18، والإسماعيلية 27-19. في السويس درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20، أما في العريش 25-17، كاترين 23-14، وطابة 31-20، حلايب 27-24، شلاتين 32-25، شرم الشيخ 29-22، والغردقة 30-22. في الفيوم العظمى 27 والصغرى 17، بني سويف 27-18، الوادي الجديد 31-21، وأسيوط 28-18، سوهاج 29-19، وقنا 29-20، الأقصر 29-21، أما في أسوان 30-22. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. عودة مرة أخرى لشاذلي ومنى ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هلا.